عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أمية أحمد موسى، طالبة في كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس الفرقة الثانية. كنت اشتركت أنا ومجموعة من زمايلي في النشاط الطلابي اللي كان جاي للجامعة عندنا. طبعا اشتركنا تبع المجال بتاعنا الطب البيطري تحت إشراف دكتور إبراهيم حجاب والأستاذة العميدة دكتورة داليا منصور. الدكتور كلفنا ان احنا نشتغل على مشروع تربية سمان، والحمد لله حققنا التارجت المطلوب في الوقت المطلوب. وكل واحد فينا بدأ بقى بعد المشروع ده استفاد منه ان هو يشتغل يفتح ايام لحاجة خاصة بيه. وانا بدأت فعلا، وبدأت 30 تعداد صغير 30 فرخ تسمين تحت اشراف الدكتور ابراهيم حجاب، وكان على تواصل تام معايا على الرغم من الأزمة اللي البلد فيها، بس الحمد لله كان على تواصل معايا لغاية ما حققوا الوزن المطلوب في الوقت المطلوب.